بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي تلاميذ وتلميذات الجذع المشترك من التعليم الثانوي التأهيلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم درسا جديدا حول المقطع السادس من سورة الكهف، آملين أن تستمروا كعادتكم في البحث عن العلم والمعرفة، مستصحبين نفس الفصل الدراسي وعزيمة التميز والتفوق. فإلى هذا المقطع الذي سنقدم له بمقدمة، فبعد أن ذكر الله تعالى أخبار الأولين وبعض قصص السابقين وموقف الإنسان من قضايا البعث والجزاء، جاء المقطع الختامي لهذه الصورة ليلفت أنظار الناس إلى ضرورة أخذ العبرة والسير في طريق الناجين والابتعاد عن أسباب الهلاك. فمن أهداف هذا الدرس التي نود أن نتحققها في بداية في نهايته أن نتعرف على أهم الخلاصات التي ختمت بها هذه الصورة، والهدف الثاني أن نتعرف على قيمة العمل الصالح وشروط قبوله وضرورة الحرص عليه، والهدف الثالث تنمية خلق المراقبة الربانية لدى المتعلمين ببيان سعة علم الله تعالى. فإلى الجزء الأول من هذا المقطع، والذي يعني سنقرأه وأطلب منكم أن تتابعوا معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. صدق الله العظيم. ننتقل إلى شرح المفردات التي تحتاج إلى التوقف عندها. فقوله سبحانه وتعالى أفحسب معناها أيظن، وقوله سبحانه وتعالى نزلا أصل معنى هذه الكلمة الضيافة، لكن المقصود بها هنا هو العذاب. وقوله سبحانه وتعالى يحسنون صنعا أي يقومون بأعمال صالحة، وقوله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم أي بارت وخسرت ولم تنفعهم يوم القيامة، وقوله سبحانه وتعالى لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا قيمة لأعمالهم في ميزان الله تعالى. ثم ننتقل للجزء الثاني من هذا المقطع، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. إلى كلمات ومفردات هذا الجزء من هذا المقطع، قوله سبحانه وتعالى جنات الفردوس، المقصود بها أعلى درجات الجنة، وقوله سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون بديلا عنها لما فيها من النعيم المقيم، وقوله سبحانه وتعالى لنفد البحر، معناها لفني ماء البحر وانتهى، وقوله سبحانه وتعالى ولو جئنا بمثله مددا، أي ولو أتينا بمثل ماء البحر يزوده. ثم ننتقل إلى المستفاد من المقطع القرآني. تضمن هذا المقطع الختامي لسورة الكهف معاني أساسية، منها المعنى الأول وصف حال الجاحدين المنكرين للخالق والبعث والجزاء وبيان مصيرهم، أفحسب الذين كفروا، فهذا خطاب موجه للجاحدين المنكرين للخالق سبحانه وتعالى. والمضمون الثاني والمعنى المستفاد الآخر بيان مصير المؤمنين المتقين والجزاء الذي ينتظرهم. وأما المعنى الثالث فهو توضيح سعة علم الله تعالى عن طريق التمثيل بمثال محسوس، وهو التشبيه بالبحر الذي يمده، يعني مثله، يعني في أننا في عدم نفاد كلمات الله التي تدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. والمعنى الرابع بيان صفات العمل الصالح وشروط قبوله. ثم ننتقل إلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات. لقد تحدثت هذه الآيات عن مكانة العمل الصالح، وأنه طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه يؤدي إلى الخسران والهلاك، وبينت شروط صلاح الأعمال، وشروط صلاح الأعمال ترجع لشرطين، أولهما أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى، أي لا يراد بها سوى وجه الله تعالى، ولا يراد بها إلا رضاه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن تكون هذه الأعمال موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لسنته. كما وضحت عن هذه الآيات اتساع علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا، وبينت أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ثم نصل إلى الأحكام الشرعية والقيم المستفادة من هذا المقطع. فنبدأ أولا بالأحكام الشرعية، وتعلمون أن الأحكام الشرعية خمس، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وسنتوقف عند بعضها. فأول حكم شرعي يمكن استفادته من هذا المقطع هو وجوب إخلاص العمل لله تعالى وتحريم التوجه بالعمل لغيره سبحانه. والحكم الشرعي الثاني هو حكم التحريم، حيث حرم الله سبحانه وتعالى القول في الغيب بغير الوحي
لأنه لا سبيل لإدراكه بالعقل المجرد، فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك عوالم الغيب لأنها تفوق قدراته وتفوق إمكاناته. فلذلك الوحي تكفل بالإجابة عن أسئلة الغيب. والحكم الشرعي الثالث هو وجوب استحضار مراقبة الله تعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. وأما القيم المستفادة من هذا المقطع فمنها أولا قيمة الإخلاص، قيمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القول والفعل، بأن يريد المؤمن بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. والقيمة الثانية قيمة المراقبة لله تعالى، أن يستحضر المؤمن نظر الله، وأن يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدفعه إلى تجويد العمل وإلى الإخلاص والإحسان فيه، فيكون نافعا لنفسه ولأمته. والقيمة الثالثة هي قيمة العمل الصالح، أن يجتهد المؤمن والعبد الصالح، أن يجتهد في أن تكون أعماله صالحة على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. والقيمة الرابعة هي قيمة الرجاء والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى، بأن يتحلى العبد المؤمن الصالح المخلص لله سبحانه وتعالى، أن يتحلى بالرجاء وعدم اليأس، وأن يثق فيما عند الله تعالى، لأن من وثق بربه سبحانه وتعالى كفاه. نصل إلى التقويم الإجمالي، ونطرح فيه هذه الأسئلة التي أريد منك عزيزة التلميذة أن تحاول الإجابة عنها تنمية لمهاراتكم واستعدادا لما هو مطلوب منكم. فالسؤال الأول: ما التوجيه الذي تقدمه لنفسك ولأصدقائك حتى نجني الثمار الإيجابية للعمل الصالح؟ فهذا التوجيه نستطيع أن نأخذه من هذا المقطع بالعودة إليه وبالتأمل في مضامينه وفي معانيه والتوقف عند مداليله، وبذلك نستطيع أن نصل لهذا التوجيه الذي نستطيع أن نعمل به نحن في أنفسنا، وأن نوجه به أصدقاءنا ومن حولنا، حتى نستطيع أن نجني ثمار العمل الصالح فنسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. والسؤال الثاني: أن نستحضر أمثلة ربط فيها القرآن الكريم بين العمل الصالح وبين شروط قبوله. فبالرجوعنا إلى القرآن الكريم وبتدارسنا لآياته، وخصوصا هذه السورة التي تمت مدارستها هذه السنة، برجوعكم إليها ستجدون أن القرآن الكريم يربط بين العمل وبين شروط صلاحه، أن العمل لكي يكون صالحا ينبغي أن يتوفر على شروط. لكم أن تعودوا إلى هذا وأن تبحثوا عن هذه الصلة بين صلاح الأعمال وبين شروط قبولها. والسؤال الثالث، وهو تكليف بهذه المهمة التي أريدكم أن تطلعوا بها، وهي أن تجمعوا بين الاستماع لهذا المقطع طبعا برواية ورش من طريق الأزرق، وأن تجمعوا بين الاستماع وبين التلاوة من أجل الحفظ والتحصيل، وأن يظل هذا المقطع ثابتا في أذهانكم تأخذون منه سلوكاتكم وتوجيهاتكم. فشكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.